مساء الخير متابعينا في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا بتوقعات جوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تسود أجواء غالبا صافية 16 درجة مئوية، الملموسة 15، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون غربية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون جيد. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. ارتفاعات كبيرة على درجات الحرارة، المفرق 31 إلى 20، إربد 30 إلى 20، جرش 31 إلى 21، أما عجلون 28 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا أجواء حارة بشكل عام، الزرقاء 32 إلى 21، عمان تلامس الحرارة 30، أما الصغرى 20 درجة مئوية، البلقاء 29 إلى 22، مأدبة 30 إلى 20، والبحر الميت 35 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أيضا أجواء حارة بشكل عام، الكرك 29 إلى 20 نفس الحرارة تقريبا في الطفيلة، أما الشوبك 26 إلى 18، معان 31 إلى 16، والعقبة طقس حار 36 إلى 25 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، الأزرق 34 إلى 20، أرويشد 32 إلى 20، أما الصفاوي 33 إلى 19 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.